أبواب السفارة البحرينية في برلين بقيت مغلقة أمام المعتصمين، فهم جاءوا للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي البحريني البارز عبد الهادي الخواجة الذي يضرب عن الطعام منذ 24 يوما، وهو محكوم عليه بالسجن مدى الحياة منذ عام 2011. بالإضراب عن الطعام يريد أن يسلط الضوء على الاعتقال التعسفي في البحرين، ويطالب مطلبه في هذا الإضراب عن الطعام هو أن يتم الإفراج عنه كونه معتقل بشكل تعسفي، وأيضا يريد بصورة أخرى أيضا أن يسلط الضوء ليس فقط على نفسه فحسب، بل كل الأشخاص المعتقلين في البحرين بشكل تعسفي. تشهد البحرين منذ عام 2011 احتجاجات جماهيرية تطالب بإصلاحات ديمقراطية، تقود هذه الاحتجاجات الأكثرية الشيعية في البلاد، ويقول النظام إنه أجرى إصلاحات عديدة وإنه يعاقب انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أجهزة الأمن، إلا أن الناشطين الحقوقيين لهم رأي آخر. احنا نتحدث عن 3500 معتقل بشكل تعسفي، نتحدث عن اكثر من 100 شخص قتل من قبل الاجهزه الامنيه ولم يتم محاسبه المسؤولين عن مقتلهم، نتحدث عن تعذيب ممنهج يمارس ضد المعتقلين. الوضع الحقوقي في البحرين بات متدهورا بشكل كبير، وبسبب سياسه الافلات من العقاب لا تزال الانتهاكات مستمره. رغم ذلك يواصل هؤلاء الناشطون كغيرهم من الناشطين داخل البحرين المطالبة بالإفراج عن عبد الهادي الخواجة، آملين ببحرين أكثر عدالة وديمقراطية.